في الانترو حضرتك قلتي الآية الجميلة اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقول فيها: وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. خلينا ناخدها كده ونفصصها مع بعض حتة حتة. الابتلاء ده سنة ربنا في الحياة. قلبي هيبتلى؟ أيوة، قلبي مرة بيفرح، مرة بيزعل، مرة بيبقى فيه قبض مقبوض، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. مرة بيبقى فيه بسط، ببقى مبسوط وفرحان، يقول لك أنا مبسوط النهاردة عشان قابلت فلان، أو عشان قدمت حاجة كويسة في الشغل، أو عشان خلصت حق مهمة أو حاجة أنا بحبها. طيب لما نيجي نلاقي في الآية ثلاث حاجات مهمين جدا: حاجة اسمها الابتلاء، وحاجة اسمها الصدور، وحاجة اسمها القلوب. الابتلاء قلنا ان هو سنة الحياة، قلبي هيبتلى؟ ايوة، ولكن لما يبتلى قلبي محتاج قبله زي الامتحان كده، ما هو ده امتحان. يعني اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. ربنا بيمتحن وبيختبر قلبك. قلبك من ساعة ما وعيت على الدنيا وكبرت وبقيت مسؤول وملتزم وبني آدم وبقيت إنسان مكلف، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة. فكرة يا أستاذة سارة محاسبة النفس وفي رحلة الإنسان في الحياة مهمة جدا، بتخلي الإنسان وهو مقبل على امتحانات الدنيا وعلى فتنها وعلى قلبه وعلى صدره، لما يجي يبتلى في الرحلة الكبيرة دي يستقبل إزاي ويشوف إيه ده؟ السؤال ده ممكن يكون مر قبل كده على قلبي او على صدري، ممكن يكون الحاجه دي عدت عليا قبل كده، طب يا ترى اتصرفت فيها ازاي قبل كده؟ احنا دايما بنقول في حياتنا يا استاذه ساره، الواحد مننا محتاج كل يوم يكون احسن من اليوم اللي قبله في كل حاجه، في علاقتي مع ربنا، وعلاقتي مع نفسي، وعلاقتي مع الناس، وعلاقتي مع الشغل، وعلاقتي مع صحتي. لازم اليوم اللي فات ده يبقى رحله ليا للتعلم، لان كل محطه بقى فيها بيبقى فيها بعض المسج كده، بعض الرسائل، لازم اتعلم الرسائل. ربنا سبحانه وتعالى في الكون كل يوم الصبح في رسائل، ولكن انا هشوف صدري ده هيستقبل ابتلاءات الدنيا ازاي. هستقبلها بالصبر ولا بالرضا ولا بالشكر ولا بالجزع؟ وده استقبال القلب بقى للابتلاءات. احنا النهارده بنتكلم، طب هو في فرق ما بين صدوركم وقلوبكم؟ نعم، بصي، الصدر هو ما يحوي القلب. الصدر حتى احنا نقول علماء الطب يقول لك ده القفص الصدري، او الضلوع اللي في الصدر اللي موجوده في جسم كل انسان وكل بني ادم. صنع الله الذي اتقن كل شيء خلقه. ربنا قال لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. ففي حاجه اسمها الصدر هو ما يحوي القلب، وفي حاجه اسمها القلب اللي احنا بنقول عليه الا وان في الجسد مضغه اللي هو قد قبضه الايد. ولكن في اختلاف برضو، خلينا نقول لكل الناس اللي بيتفرجوا علينا وبيشوفونا في كل مكان، يا جماعة في اختلاف بين العلماء النهاردة ان القلب، اصل القلب الحقيقي، ما هي دي مضغة حتة موجودة اللي هي فيها النبض، وفيها علماء الطب سموها المكان بتاع القلب، لكن في مكان اعلى اسمه اللب. اللب ده هو اللي بيبعت الرسائل كلها اللي ربنا قال عنهم اولي الالباب او اولو الالباب. قولوا الألباب يعني أصحاب العقول والقلوب النيرة المتصلة بالله تبارك وتعالى، الثابتة المستقرة اللي عندها يقين في ربنا سبحانه وتعالى. ومش متحدد بالظبط الأماكن فين بتاعت يعني في اختلاف. برافو عليك، في اختلاف بين العلماء النهاردة، هل القلب مكانه واستقراره في المكان الأيسر اللي احنا بنقول كده الحتة اللي على الشمال اللي هو القلب، ولا هل استقرار القلب في حتة معينة في المخ، في الدماغ، في رأس الإنسان اللي ربنا سبحانه وتعالى كرم الإنسان: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين وقال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ولكن خلينا نخرج من الخلاف ده بحاجة بسيطة عشان ما ندش ونتوه الناس اللي بتفرجوا علينا. يا جماعة احنا اتفقنا ان في حاجة اسمها صدر، وفي حاجة اسمها قلب، في حاجة اسمها ابتلاء، وفي حاجة اسمها لب، وفي حاجة اسمها فؤاد. طيب انا هعمل ايه بقى واتصرف ازاي؟ ربنا قال في القران بسم الله الرحمن الرحيم: وليبتلي الله ما في صدوركم. يعني اللي جوه صدرك وقلبك من هموم وضغوط ومشاكل وتحديات وحاجات كتيره بتفكر فيها وخوف من المستقبل،
مرض الخوف بقى النهارده منتشر. ما احنا قبل ما نتخ... ده قصه لوحده الخوف ده. بس هل في فرق ما بين التمحيص والابتلاء؟ نعم، بص حضرتك، الابتلاء بيجي للانسان عشان خاطر ربنا سبحانه وتعالى يختبر استقبال قلبه واستقبال نفسه واستقبال الانسان كله بجميع جوارحه للابتلاء ده. يعني بيجي للانسان مشكله معينه في الحياه، طيب هل اثرت على قلبي؟ قلبه اهتز. مش كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يا مثبت القلوب عشان ما تهتزش، عشان ما يجيش شوية هوا، شوية رياح، شوية مشاكل، شوية تحديات، شوية قبض، شوية أمراض، شوية هموم، شوية مشاكل من الناس اللي حواليا، شوية يعني ابتلاءات في الصحة ولا ابتلاءات في المال ولا ابتلاءات في الولد ولا ابتلاءات في الأسرة ولا ابتلاءات في الحالة الاجتماعية. فالإنسان مننا يدعي دايما بدعاء سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. دينك مش معناها الدين بس، دينك يعني كل ما أدين به لله وكل ما أعتقد فيه في علاقتي مع ربنا، ربنا يثبتني عليه. فربنا يثبتني نعم على الطاعة، ثبتني على السكون، قلبي يبقى ساكن مطمئن، قلبي يبقى مطمئن، ثبتني على السلامة، قلبي يبقى قلب سالم. احنا دايما نقول كمصريين ربك رب قلوب، ده حاجة جميلة جدا، ولكن القلب ده بيترجم وبيعمل ترانسليت زي ما احنا قلنا كده المرة اللي فاتت، وبرضو احنا بنتكلم في الرحلة الأولى عن القلوب، بيعمل ترانسليت للجوارح، الإيد ترجمة للجوارح بتنعكس على طبعا ترجمة يعني العقل، يعني هي لها فلسفة معينة يقولوا العلماء، مثلا العقل بيبعت للقلب فالقلب بيبعت للجوارح. فالشعر العظيم يقول إن الكلام لفي الفؤاد، يعني الكلام اللي احنا بنتكلمه مع بعض أصله في القلب، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على القلب دليلا. يعني اللسان بيعبر عما في قلب الإنسان. ربنا يبارك في حضرتك.